مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة، مبروك للاعبين، مبروك للجهاز الفني ومجلس الإدارة. بطولة جديدة من تتحط في دولاب كثير من البطولات. هذه الكأس إن شاء الله هتكون موجودة في دولاب النادي الأهلي بالجزيرة. البطولة دي بطولة غالية جدا جدا جدا. البطولة ديت ناس كتير جدا جدا اشتغلوا عليها. هبدأ باللاعبين. اللاعبين يمكن اللي كانوا يعني كثير منهم يتحمل الكثير من الإجهاد والتعب والضغط، لكن بتظهر صورة لاعبي النادي الأهلي كالعادة بلس 90. بلس 90 مع النادي الأهلي، وأنا يعني لعبت كتير في أوروبا ويعني لعبت فرق كبيرة جدا جدا بصراحة يعني وبدون مجاملة، ما لقيتش هذه الروح غير في النادي الأهلي. وكأن البلاس 90 بقت تركيبة في الدي ان ايه بتاعت لعيبة النادي الأهلي، تركيبة في الدي ان ايه بتاعت جماهير النادي الأهلي، تركيبة الدي ان ايه مزروعة جوه الجهاز الفني وكل من ينتمي للنادي الأهلي. مش بس في الفريق الأول، أنا اتعلمت كده وأنا صغير في النادي الأهلي وأنا كان لسه عندي 11 سنة. بدأت أتعلم في النادي الأهلي إن النادي الأهلي نادي بطولات، إن النادي الأهلي هو النادي يمكن على مستوى العالم اللي لآخر لحظات من المباراة وبيعوض وبيجيب وبيسجل وبيهدف وبيجيب بطولات، لدرجة إن كثير جدا حتى من عدم يعني من ناس غير المنتمية للنادي الأهلي بتحس إن الدقيقة 90 ديت لما بتيجي بتحس بالذعر، بتحس بالخوف. حسينا بدوت في لاعبي نادي الرجاء، حسينا في مشجعي نادي الرجاء اللي بنقول لهم هارد لك على طبعا الهزيمة، أديت مباراة جيدة جدا. نادي الرجاء من الأندية الكبيرة وقدم مباراة كبيرة أمام العملاق النادي الأهلي. زي ما بقول لحضراتكم بلاس 90 وتركيبة الدي ان ايه اللي موجودة لكل من ينتمي للنادي الأهلي على مستوى الجماهير، تحس أول ما بتشوف بلاس 90 تقول دلوقتي النادي الأهلي هيجيب جول، دلوقتي النادي الأهلي هيجيب البطولة. البلاس 90 لما اللعيبة بتبص في الساعة وتحس إنها قربت على بلاس 90 أو على الدقيقة 90 بتقول هي دي اللحظة اللي هنجيب فيها البطولة. الجهاز الفني كذلك، مجلس الإدارة كذلك. فتحس إن البلاس 90 ديت خلاص بقت تركيبة دي إن إيه في كل من ينتمي للنادي الأهلي.